أجمل التحيات إلى جميع. اختتمت اليوم الجولة الثالثة من بطولة دوري ألفا لكرة القدم بفوز العهد على الاجتماع بهدفين للا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب المدينة الرياضية. العهد تقدم في الشوط الأول بواسطة مهاجمه النيجيري كبير موسى. هيثم فقر، جول 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 ثم أضاف خالد علي الهدف الثاني خطأ في مرمى فريقه بعد عرضية من لاعب العهد مهدي فحص. وفي باقي المباريات التي أقيمت اليوم، واصل السلام زغرتا عروضه القوية وفاز على ضيفه التضامن صور بثلاثة أهداف لهدف، فيما انتهى لقاء الأخاء الأهلي علي مع شباب الساحل بالتعادل من دون أهداف.